بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، محاضرتنا لليوم بعنوان بي ان اس كيو ال تريجرز. التريجرز هو موضوع مهم جدا لأي شخص بتعامل مع قواعد البيانات وبرمجة قواعد البيانات. من خلال هذا الدرس سوف نتعرض كيف نفرق بين أنواع التريجر، وأيضا سنتعرف على أنواع التريجر كيف نستخدامها، أيضا كيف نعمل كرييت للتريجر عن مستوى الداتابيس، ديسكرايب تريجر فايرنج متى بتم استدعاء أو تطبيق الرول تبع التريجر، وكيف نعمل ريموف أو دروب للتريجر. بشكل عام تعريف التريجر هو عبارة عن دي ال اس كيو ال، هو بي ال اس كيو ال اور بلوك اور بي ال اس كيو ال بروسيجر اسوسييتد وذ تيبل، مربوط بتيبل اور فيو اور سكيما اور داتابيس اوبجكت. تمام، ده التريجر مربوط بالداتابيس اوبجكت. طبعا اكزكيوت امبليسيتلي، يعني يعمل ضمنيا، يعني بصير له فاير امبليسيتلي بدون تدخل المبرمج. ونيفر ا بارتيكولار ايفنت تيك بليس، يعني عندما يحدث حدث معين بتلاقي التريجر هذا لحاله بيشتغل. اذا احنا النقاط اللي احنا بنركز عليها انه البي ال اس كيو ال تريجر مربوط بداتا بيس اوبجكت، وهذا التريجر بيتم الفايرنج له امبليسيتلي مش اكسبليسيتلي، امبليسيتلي عندما يحدث حدث معين. التريجر كان بي ايذر اوف ذا فولوينج، في عندي حاجه بسموها ابلكيشن تريجر، وفي عندي داتا بيس تريجر. بالنسبة للابلكيشن تريجر بقول لك فايرز ونيفر ان ايفنتس اوكر وذ ا بارتيكولر ابلكيشن، يعني بحدث لما بصير عندي حدث او اكشن معين على الابلكيشن بيشتغل هذا الابلكيشن تريجر. النوع الثاني بسموه داتا بيس تريجر، هذا النوع بصير له تفعيل ونيفر ا داتا ايفنت، يعني داتا ايفنت ساتش از دي ام ال، يعني دي ام ال داتا مانيبيوليشن زي الابديت انسيرت ديليت اور سيستم ايفنت ساتش از لوجن اور شت داون اوكرز اون سكيما اور داتابيس. عندما يصير عندي اي نوع من الايفنتس هذا، اما دي ام ال ايفنتس او على مستوى السكيما ايفنتس او داتابيس ايفنت زي اللوجن اور شت داون، بيعمل فايرنج لمين؟ للداتابيس تريجر. بشكل عام الرسم هذا بتوضح هاي التريجر، في عندي كود معين، تمام، في عندي داتابيس، في الداتا ديكشنري بنعرف التريجرات الموجود عندي، عندي تيبل معين لو انت صار عندك ابديت عليه فبيشتغل التريجر تبع الابديت، لو صار عندك انسيرت على التيبل تي هذا فبيشتغل التريجر تبع الانسيرت، لو صار ديليت بيشتغل عمليه الديليت هنا. يعني اي عمليه في الابديت او الانسيرت او الديليت فبتلاقي التريجر لحاله اوريدي بيشتغل. طبعا لتوضيح الفكرة بشكل ثاني واسهل، لو انت عندك جدول معين، مثلا في جدول الاوردر، في الاوردر اي دي، الاوردر في عندي مثلا في الديت، مثلا الكوانتيتي والايتم، الكوانتيتي كوانت، والكوانت هذه بشكل هذا. عمليه البيع هنا في السوبر ماركت او في اي مكان او في مول، فانت بتتم عمليه بيع. عمليه البيع معناها انه الايتم هذا اللي انت بعته صار له عمليه نقص في المخزن، فانت بتروح على جدول المخازن وتقلل الكميه هذه. طبعا انت مش كل عمليه بيع هتسحب حالك تروح على جدول المخازن وتطرح القيمه هذه، فانت هنا بتحتاج عمليه تريجر مثلا، فهنا عمليه ايش؟ ديليت، بتعمل هنا ديليت للكوانتيتي وبتنقص منها واحد، فبتعمل تريجر عند الابديت او عند الديليت، ففي تريجر بتنفذ امبلسيتلي بروح على الجدول الثاني بيعمل اجراء او اكشن معين. هذا مفهوم عام ايش هو التريجر. بقول لك جايد لاينز فور ديزايننج تريجر،
الجايد لاينز هذه بقول لك يو كان ديزاين تريجر تو ذير فورم ريليتد اكشن، احداث معينه متتاليه فبدي انفذها، فانا بستخدم تريجر. سنترلايز جلوبال اوبريشن، جلوبال اوبريشن على مستوى داتابيس في مؤسسه ما في اورجنايزيشن، فانا بدي اعملهم جنرالايز. زي الجنرالايز مثلا الاكسس ديت، انه في ايام الاجازه امنع الاكسس على الداتابيس، فهذا على مستوى كل المؤسسه. تمام. في اللوجن متى يعمل لوجن، امنع اعمل ديليت على مكان معين، امنع اعمل توظيف لعمر معين، فهذا على مستوى الرول او البزنس رول تبعت المؤسسه. You must design triggers where functionality is already built into Oracle server. يعني ما بينفعش تروح تعمل trigger لحاجة already مديك إياها Oracle، فبصير عندك duplicate لمين؟ لأذر trigger. You can create stored procedure and invoke them in a trigger. يعني ممكن أنت تعمل stored procedure وتحطهم جوا trigger. If the BL SQL code is very lengthy، يعني كان كبير وانت متفرع، فانت كلهم بتحطهم في تريجر بدل ما تنفذهم كل مره، فالتريجر هذا بتنفذ مره واحده. The executive use of a trigger can result in complex independencies which may be difficult to maintain in large application. بقول لك دير بالك استخدام التريجرات الكتيره فبسبب عندي تكون ديبندنسي اعتماديه ما بين التريجرات هذه، وكان عندك difficult انك انت تتعامل معها. يعني ابقى حذر وانت بتعرف تريجرات. نبدا مع بعض كيف نعمل اول نوع من التريجرات اللي هو حاجه بسموها دي ام ال تريجر. طبعا دي ام ال بتحكي عن انسير والابديت والديليت. بالنسبه لنا زي البروسيجر والفانكشن بنعمل كرييت اور ريبليس تريجر، اسم التريجر هنا بنحطه. في عندي حاجه اسمها تايمينج. تايمينج لها تعريفات، هل انت قبل بعد ولا مع. في عندي ايفنت، الايفنت اللي بدك اياه، الحدث اللي انت بدك اياه، هل انت بدك اياه انسير ولا ابديت ولا ديليت. اون اوبجكت، اون داتابيس اوبجكت، الاوبجكت اللي انت بدك تعمل عليه تريجر. في عندي ريفرنسنج اولد از اولد ونيو از نيو. طبعا اولد هذه معناها انه انا بستخدم القيمه القديمه اللي موجوده في التيبل، والنيو معناها القيمه الجديده. طبعا هذا معناها البيانات الجديده الداخله على الجدول، النيو والاولد البيانات المخزنه في الجدول. في عندي حاجه بسموها فور ايتش رو، هذا لما بيكون التريجر على مستوى كل رو بنضاف. في عندي وين كونديشن وتريجر بطن. هيك السنتاكس عاد بقول لك هنا ستيتمنت تريجر فايرز وانس فور ا دي ام ال ستيتمنت. يعني في عندي حاجه بسموها ستيتمنت تريجر انه بيشتغل مره واحده على دي ام ال ستيتمنت. في عندي رو تريجر فايرز وانس فور ايتش رو افكتد، يعني عندي تريجر على مستوى الجدول كله بيشتغل مره واحده، والرو تريجر بيشتغل كل جدول موجود عندي رو، كل رو بتعامل معاه فبيشتغل التريجر، يعني مستوى الجدول ومستوى الرو. احنا هي عاده بنسميها على الداتا بيس اوبجكت بنسميها ستيت، لو كان على مستوى الرو بنسميها رو تريجر. هنا ملاحظه بقول لك trigger names must be unique with respect to other trigger in the same schema. دائما استخدم اسم مش متكرر على مستوى السكيما الواحد. The trigger type determine if the body execute for each row or only once for the triggering statement. Statement the trigger هنا بقول لك execute once for the triggering events مره واحده. يعني لو كان عندي insert على مستوى الانسيرت، اي عمليه انسيرت على الجدول فبيشتغل مره واحده، لكن على مستوى الرو في بصير كل رو بيعمل له انسيرت بيشتغل عليه. از ذا ديفولت تايب فوق اوف تريجر، اذا عندي ستيتمنت تريجر هو عباره عن ديفولت تايب. هنا برجع بقول لك فايرز وانس اف نو رو ار افكتد ات اول، يعني بيشتغل مره واحده. الرو تريجر بيشتغل وانس فور ايتش رو. If not executed, if the triggering event do not affect any row، يعني ما بيشتغلش إذا كان التريجر هذا ما تأثرش بأي رو موجود. Is indicated by specifying the for each row، لازم تحط for each row هذه الكلمة عشان يعرف إنه التريجر هذا بيشتغل على كل رو، يعني بسموه رو تريجر. إذا عندنا نوعين، عندنا statement trigger وعندي إيه رو تريجر. بالنسبة للتايمنج اللي كانت هنا
التايمينج هنا إلها حالات، في عندي بيفور وفي عندي افتر وفي عندي انستيت. بالنسبه للبيفور بقول لك اكزكيوت ذا تريجر بادي بيفور ذا تريجرنج دي ام ال ايفنت اون ذات اون اتيب، يعني هنا قبل ما تضيف او قبل ما تعمل ابديت او قبل ما تعمل انسيرت بيشتغل التريجر، يعني لما تيجي تعمل انسيرت بيجي بيشتغل التريجر هذا. افتر انت بتكون عملت عمليه الدي ام ال وبعدها بيشتغل التريجر. انستيت بقول لك انا اكزكيوت ذا تريجر بادي انستيت اوف ذا تريجر انستيت. This is used for view that are not otherwise modifiable. يعني هذا بقول لك لحاجة ما بتتغيرش دائما، فبنستخدم له انستيت. بقول لك هنا ملاحظة، if multiple trigger are defined for the same object, then order of firing trigger is arbitrary. لازم تعرف انه لو كان على نفس الاوبجكت تعرف انه الاوردر ترتيبهم بيشتغلوا بالترتيب، يعني before بيشتغل قبل الافتر والستيت بيشتغل بعد الافتر وهكذا. تريجر فايرنج سيكونس كيف بيشتغل التريجر؟ بقول لك يوز ذا فولوينج فايرنج سيكونس فور ا تريجر اون ا تيبل وين ا سنجل رو از مانيبيوليتد. عندنا هنا دي ام ال على مستوى اوبجكت داتابيس اسمه ديبارتمنت تيبل، ضاف فيه القيم هذه 400 كونسلتنج واللوكيشن اي دي 4000. فهي الحقل اللي انت بدك تضيفه او الرول اللي بدك تضيفه. فعندي هنا كانت الجدول بالشكل هذا بيفور التريجر، وهنا حتى الان بيفور، وهنا ايش بعد الاضافه، هنا افتر بعد الاضافه ايش يعمل بالشكل هذا. طبعا احنا ممكن نعمل بيفور انسيرتنج نفحص القيم هذه، لكن افتر انسيرتنج ايش بدنا نعمل؟ هذا حسب الحاجه اللي انت بتحتاج. لان في عندي هنا قبل الاضافه بتكون بالشكل هذا وبعد الاضافه بتبقى هنا. هذا بالنسبه لمين؟ للتايمنج للفايرنج تريجر. طبعا في عندي ابديت امبلوي 6 السالري بيساوي كذا وير ديبارتمنت 30. بروح لك للديبارتمنت 30، هنا بيفور وهنا افتر، هنا بيفور وافتر لكل ايه كل واحد. اذا هذا بيكون امبليسيتلي مانيبيوليتد تريجر، تمام. هنا بوضح لك ايش يعني بيفور وافتر. بيفور وافتر لو انت بتعدل هذه القيمه فهذا بيبقى بيفور، ولما بعد ما تمشي عليها بيكون افتر لكل رو. التريجرنج ايفنت بقول لك انسيرت وابديت وديليت، ابديت لكلهم، انسيرت لرو، ديليت لاي بيانات بدك اياها. فهنا التريجر بادي ديترمان وات اكشن از بيرفورم، ايش الاكشن اللي انت بدك تطبقه؟ هل انت تطبق انسيرت ولا ابديت ولا ديليت؟ وهم هذول اللي بيسببوا لك انه يعمل ايه للتريجر فايرنج عندك. نشوف هذا الكلام، في عندي ابلكيشن بيعمل انسيرت على جدول الامبلوي، فهي جدول الامبلوي. في عندي سكيور امب تريجر، سكيور امب تريجر نجيبه ونفصله ونفهم ايش الكلام الموجود عليه. زي ما انت شايف معايا بيقول لك كرييت اور ريبليس تريجر اسمه سكيور امب، اذا اسم التريجر سكيور امب. ايش بقول هنا؟ بيفور انسيرت قبل ما تعمل اضافه اون امبلويز بيجن، بقول لك اف تو كاركتر سكان سيز دي سكان اليوم از ان ساتردي اور ساندي، يعني سكان اليوم سبت او احد، اور الساعه كانت مش 8 لل 6 سكان، يعني انت دخلت يوم احد او سبت وكانت الساعه مش من 8 لل 6، هيعمل لك ريز لابلكيشن ايرور، بيقول لك يو مي انسيرت انتو امبلوي تيبل اورلي ديورنج بزنس اور، يعني انت خارج اللي هو ايام الدوام او ساعات الدوام، فهنا مش هيسمح لك انك تعمل انسيرت على الجدول. لو انت رحت طبقت الكلام هذا خدنا الكلام هيك رحنا طبقنا الكلام هذا هنا، هي كرييت اور ريبليس تريجر بيفور انسيرت اون امبلويز بيجن وتو كاركتر السيس ديت اخذ اليوم سكان اللي انت مش ضمن اليومين هذول، والتو كاركتر اخذ الساعات بتاعتك انه سكانتش من الساعه 8 للساعه 6،
then بقول لك raise application error، والابلكيشن ايرور ايش بقول لك الكلام هذا؟ انه انت ما بسمح لك تضيف في الساعات هذه. لو انا طبقته هيك في هذا بالشكل هذا التريجر سكيور ام اللي هو الموظف الامن اتطبق عندي. لو اجينا هنا ورحنا على تريجرز هتلاقي سكيور ام هذا موجود عندي بشكل. طيب لو انا هلقيت الساعه قديش عندي؟ الساعه 8 ورحت انا بدي اضيف في جدول الامبلوي، فانا رحت عملت هيك وبدي اضيف على جدول الامبلوي، او بنروح نعمل جدول جديد حسبت انه احنا نعمل كرييت ام في الاي دي نمبر وفي قلبه نيم بار شارب 2. هاي جدول بسيط جدا بدي اعمل عليه التريجر اللي كان موجود واحط التريجر هذا على الجدول هذا. هاي ام كرييتد، وهذا ايش بدنا نعمل؟ سكيور ام 2 ونقول له ايش؟ اون ام بالشكل هذا، ونروح نعمل له هذا ايه؟ كومبايل سكيور ام 2 هيك كده ونضيفه هنا امب صار عندي على الامب بالشكل هذا. نعمل دروب هذا واعمل واحد جديد هنا اقل هاي ام 2 على الام. نيجي نضيف هنا insert into m values 1 وايمن ايش بقول لك هنا؟ طبعا الساعه هنا عندي 8، بقول لك insert into report you may insert into employee table only during business hour، ما سمح لك تضيف نهائيا. فهذا التريجر بيشتغل before insert. تمام؟ طبعا هنا الايرور بقول لك كيف طلع عندي الايرور هذا. طبعا بقول لك عنده ممكن انت تستخدم conditional بردكين، بقول لك create or replace trigger secure m before insert or update or delete on employee، يعني قبل ما تعمل insert or update or delete. فهنا ايش بقول لك؟ اذا كان بدك تعمل insert ممنوع هنا، طبعا هنا بحدد لك هنا ناخذها ونشتغل عليها واحده واحده، لانه هذا كلام مهم جدا انه نعرفه بالشكل هذا. اول نقطه اسمه سكيور ام مثلا 3، بيقول لك بيفور ايش صار عندي؟ انسيرت اور ابديت اور ديليت اون امبلي، يعني صار عندي الثلاث حالات. يعني قبل ما تعمل اما حاله انسيرت او ابديت اور ديليت على جدول ايش؟ الام. بيجن ان اس سكان سكان عندك الايام اللي بدك تدخل فيها سبت او احد او الساعات اللي بيدخل فيها من 8 لل 6 المغرب
حيعمل لك ذن. الذن هذه بيجي بفحص سكان ديليتنج، سكان بدك تعمل ديليتنج، بيقول لك يو مي ديليت فروم امبلوي تيبل ديورينج بزنس اور الس اف. سكان انسيرتنج يعني هذه مين الحالات اللي فيها اذا انسيرتنج اور ديليتنج اور ابديتنج. هنا ابديتنج لمين بيعمل سكان؟ ابديتنج للسلم. هذه انسيرتنج بيطلع لك انسيرتنج، اذا انا بعمل ابديتنج ذن ريز اب يو مي كذا كذا ابديت سالري اور ديورينج بزنس اور. فهنا ايش بصير عندك؟ انك بتعمل يا اما ديليت يا اما انسيرت. هنا لو كان عندك فقد اسمه سالري، تمام؟ اذا هنا ايش بقول لك؟ انه انا اخذت على الكولوم كونسترينت، فصار عندي انا ثلاث حالات، انه انا بعمل انسيرتنج وابديتنج وديليتنج، فهو بروح من خلال التريجر بوضح حل العمليه اللي جايه. اذا كان عندي عمليه ديليتنج بيشتغل بيطلع لك ايرور معين، اذا كان انسيرتنج طلع لك ايرور معين، او ممكن هنا في عمليه الانسيرتنج تعمل حاجه معينه، يعني تعمل انت اس كيو ال، تعمل بي ال، تنادي بروسيجر معين، الاجراء اللي انت حابب تتخذه في حاله كانت عمليه ديليتنج. في حاله الانسيرتنج مثلا عمليه ثانيه، او ممكن انت ايش تعمل؟ تحط هنا تعمل انسيرت فاليو، انسيرت مثلا انتو او انسيرت انتو لوج فايل مثلا لوج فايل، وتحط له ايش فاليوز، تقول له مين اللي دخل عندك اللي هو اليوزر اللي دخل، العمليه اللي عملها، تقول مثلا ديليت، اسم الجهاز، وتاخذ انت لوج فايل عندك هنا. فهذه العمليات اللي احنا بنحكي عنها، اذا كان عمل ديليت مين اللي عمل ديليت، اذا كان عمل انسيرت مين اللي عمل انسيرت، اذا كان عمل ابديت مين اللي عمل ابديت في اي ساعه في اي وقت، فهذا ممكن انت تستخدمه. تمام؟ هذا انه بوضح لك انه ايش كونديشنال بريديكيس لعمليه ايش؟ الفايرنج في التريجر الموجود عندنا. طبعا احنا لو بدنا نشتغل على مستوى الرو، على مستوى الرو كيف بيصير الامر؟ انه هنا بنعمل كرييت اور ريبليس تريجر ريستريكت سالري. يعني بنعمل شرط على السالري بيفور انسير اور ابديت اوف سالري اون امبلوي. يعني هنا احنا اخذنا على كله بقول لك فور ايتش رو بيجن اف نوت ايش كان، وهذا ايش معناها؟ القيمه اللي مدخله على الجدول اف ذا نيو دوت جوب ان كانت الشغلانه اللي جايه عندك كان ادمن ريبريزنتيشن اور ادمنستريتيف فايس بريزيدنت اند النيو سالري اكبر من 1500، حيطلع لك ايش؟ امبلوي كانت اير مور ذان 15000. يعني بس في الحالتين هذول، يعني يعني كل عمليه ابديت او انسيرت على السالري حيجي يفحص الجوب اللي داخله وشوف اذا كان السالري الداخل اكبر من 15000، حيقول لك انا ما بقدرش ياخذ اكثر من 15000. تمام؟ هيك بيتم تطبيق للنيو والاولد. انت ممكن تفحص الاولد اذا كان الاولد اقل من النيو او كذا بالشكل هذا. هنا ايش بقول لك؟ هنا بنتعامل مع النيو والاولد، فاحنا بنيجي بنعمل تريجر اسمه اودت امبلوي فاليوز افتر ديليت اور انسيرت اور ابديت ان امبلويز. هنشتغل على كل رو بنفحصه بجن انسيرت انتو اود امب، هذا جدول هو عامله بقول لك يوزر نيم، التايم ستامب وقت ايش دخل، الاي دي بتاعه، اولد لاست نيم يعني اولد اللاست نيم بتبعه، والنيو لاست نيم، والاولد تايتل، والنيو تايتل، والاولد سالري، والنيو سالري. اذا له الاسم الاولاني اللاست نيم والنيو والاولد تايتل والنيو تايتل بتاعته والاولد سالري والنيو سالري. فهو ايش بروح بضيف؟ القيمه اللي كانت عندي هي اليوزر هي السيستم، الاولد امبلوي اي دي قيمه الموظف الاولانيه قبل انت ما تعدلها، واسمه الاولاني وبحط لك اسمه الجديد والاولد جوب والنيو جوب والاولد سالري والنيو سالري، يعني ايش القيمه اللي كانت موجوده وايش القيمه اللي انت عدلتها على الجدول هذا. فانت ممكن تعمل لكل جدول العمليه الثانيه. طبعا هنا ممكن تفحص بجن اف انسيرتنج فتشوف الكلام هذا، اف ديليتنج تشوف اجراء معين، اف ابديتنج تشوف اجراء معين. هنا في عمليه الابديت وعمليه الانسيرت مثلا تعمل اجراء معين. هنا بقول لك في عمليه الانسيرت لو حط عندي هنا بعمل اوديتنج للامبلوي تيبل، لو انت عملت اي عمليه على الجدول هذا فهيحط القيمه القديمه مع القيمه
الجديد. تمام؟ طبعا احنا لو عملنا الكلام هذا على الجدول الموجود عندنا، اول شيء احنا بنحتاج نعمل جدول الجدول اسمه اود امب في قلب البيانات هذه. نختار احنا نعمل اود امب بالشكل هذا. طبعا هذا بدنا نحذف التريجر دروب تريجر عشان ما يعكسش معانا الكلام، ونروح نعمل احنا وهذا سكرناه وما بنحتاجوش. نبدا مع بعض نعمل كرييت تيبل، ناخذ القيم الموجوده create table اسمه m في قلب مثلا اليوزر نيم التايم، هذا اليوزر نيم نقول فار كاركتر، والتايم ستيب من نوع ديت، الاي دي ما بحتاجش الاي دي ما بحتاجوش، بنقول هنا اولد اي دي وهنا نيو اي دي، واولد نيم وهنا نيو نيم بالشكل هذا. هذا هيك كان عندي بالشكل هذا، وهذا ايش بقول له هنا نمبر وهنا نمبر وهنا فار كاركتر. نفس الشيء هنا فار كاركتر 200 كذا الكلام. هاي تيبل اوت امب انوجد عندي. انا اروح للتيبل اللي عندي هذا بالشكل هذا. هل جيت نيجي للجدول هذا انسيرت اون امب انسيرت انتو امب اوت values. طبعا انا اتذكر الجدول اللي موجود عندك ايش موجود فيه values. values user sysdate old id new id، في عندي old name old name، وعندي انا new name بالشكل هذا. audit employee values نيجي نضيف في الجدول اللي موجود عندنا اللي هو الامب هذا. امب انسيرت انتو امب values واحد واي وايمن. نشوف اوديت امب هذا ايش صار فيه. هاي اتش ار ضاف التايم ستام كذا الاولد نال للنيو واحد الاولد نال النيو واحد.
نضيف كمان واحد اثنين علي. تمام؟ لو رحنا على الجدول هذا بنلاقي ايش صار عندي؟ رو جديده اثنين اسمه علي. لو انا عملت ابديت هنا ابديت ابديت ام ست الاي دي النيم ايكوال سامي دعاء مثلا او نادر وير الاي دي ايكوال واحد هنا نعمل ريفرش. ايش كان عنده؟ كان عندي الاولد واحد للنيو واحد، الاولد ايمن مثلا للنيو ايش؟ صار نادر. مين غيره؟ اتش ار. الساعة قديش؟ طبعا احنا ممكن نجيب تايم ستامب هنا ونحط الدقائق والساعات اللي احنا بدنا اياها، هذا مقصود بالكلام هذا. طبعا نفس الحاجة هو بيقول لك كيف صار الام وكذا، نفس الشيء هنا. هنا بقول لك التريجر بديش اشتغل على كل البيانات. بدي اشتغل بس كان النيو اللي عندي كذا. فهو بيشتغل على الاف انسيرتنج اعمل هيك. اذا كان النيو يعني كان عندي الجوب اي دي بس هيك. يعني بيشتغل على صنف معين من البيانات. فهذا ايش؟ النيو فور ايتش رو وين النيو دوت جوب سالري بيساوي او النيو دوت سالري او ستودنت نيو اعمل كذا. طبعا هذه زي كيف مثلا بنستخدمها؟ اذا كان عندي زبائن وانا عندي داتا بيس والزبائن هذه بتدخل على المتجر بتاعي اول مره بفوت الزبون، الزبون الزبائن الجداد كان مثلا 500 واحد 600 واحد، فانا بدي ابعث لهم ايميل اقول لهم ويلكم، فبشتغل على الحاله هذه انه يبعث ايميلات لهم. تمام؟ بقول لك summary of trigger execution execute all before statement trigger loop for each row affected execute all before row trigger execute DML. كيف بيشتغل؟ يعني كيف بيشتغل؟ بعيش بيجي على الافتر بعمل execute all الافتر. لازم يكون عندي integrity checking can be deferred until the comment operation is performed. يعني لازم بفحص الانتجريتي زي ايش؟ البرايمري كي، الفورين كي، الكونسترينتس، التشيك، بفحصهم عندك. تمام؟ هنا بقول لك كيف بعمل بفحص اللي هو الانتجريتي كونسترينتس. لو انت بدك تعمل ابديت مثلا كيف بيعمل فايرنج لمين؟ للتريجر معين. هنا مش حيعمل لك انسيرت للفيو لو كان انت بتعمل انستيت للتريجر. طبعا هذا الكلام انت لو تبعته بتفهم عليه كيف الامور بتتم عنده. الانسيت مش دائما بتستخدم. الحاجه الوحيده اللي احنا بدنا نركز عليها ايش الفرق بين التريجر والبروسيجر؟ او ايش الفرق بين التريجر والكونسترينتس؟ التريجر والكونسترينتس، الكونسترينتس بتشتغلش الا على كل البيانات الموجوده، يعني لازم لو انت حطيت كونسترينتس شيك مثلا السالري فوق ال 200 فتاكد انه كل البيانات اللي في الجدول السالري تبعها فوق ال 200. لكن لما بيجي بيشتغل التريجر، التريجر مش معني بالداتا اللي موجوده اولد عندك، معني بس في النيو. تمام؟ لو انت عملت تريجر بقى الداتا كانت موجوده اوريدي عندك ما بتطلعش عليها التريجر ما بعملهاش فايرنج. يعني الداتا كانت اوريدي موجوده لكن النيو داتا بصير لها فاير. طبعا ايش بنقول هنا؟ التريجر ديفاين وذ كريت تريجر، هذا بيعمل كريت بروسيجر. داتا ديكشنري كونتينز سورس كود ان يوزر تريجر، برضه هنا ايش؟ سورس كود في اليوزر سورس، هنا بيختلف السورس وين موجود. امبليسيتلي انفوكت باي دي ام ال، هذا لحاله بيشتغل، هذا لازم انت تناديه. هنا كومنت وسيف بوند اند رول باك ار نوت الاوند، ما بينفعش تعمل كومنت ورول باك هنا في عند التريجر، هنا بينفع تعمل رول باك وتراجع، لكن هنا في حاله التريجر ما بتقدر تعمل تراجع لانه هو بيتم اوتوماتيك. طبعا هنا ايش بقول لك؟ هنا كومبارزن اوف داتا بيس تريجر اند اوراكل فورمز، طبعا اوراكل فورم احنا ما تطرقناش الها في هذا الكلام، يعني ما يعني مش لها الاهميه انه احنا نعرفه هالقد. طبعا ديسيبل اور انابل داتا بيس تريجر، بقول لك التر تريجر، كيف تعمل التر تريجر؟ ايش بقول هنا؟ التر تريجر تريجر نيم ديسيبل، ايش يعني ديسيبل؟ بتعمل له ديسيبل انه بطل يشتغل، لو عملت له انيبل برجع بيشتغل. ريكومبايل بقول له التر تريجر كومبايل، بعمل له كومبايل مره ثانيه.
هنا ديسيبل وانيبل اول تريجرز، كل تريجرز اللي على مستوى التيبل بتعملهم ايش؟ انيبل مره واحده وديسيبل مره واحده. فكلمه الترا لانه بعده هو داتابيس اوبجكت. عشان تعمل ريموف للتريجر بقول له دروب تريجر، اسم التريجر بعمل له ايه؟ دروب. هيك بنكون احنا حكينا على تريجر، واهم حاجه في التريجر اللي هو كيف تشغل على قيم الرو باي رو. هذه مهمه جدا، واتمنى انه تكونوا فهمتوها وكانت واضحه الشرح من ناحيتي، وهذا والله المستعان. واتمنى انه تفهموا الموضوع هذا وتحاولوا تطبقوه بافكاركم ان شاء الله. هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.